السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة كيسر قليم ستاتوني ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. الخيرات التنوري والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، حبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات ولاد بتاريخ 30/8/2024 بدينا عادين نكبوها لي هنايا. اللحمه حمراء واللحمه زينه كيما كيفاش؟ هو الرقم القياسي، الرقم القياسي. ها انت تبعنا، مرحبا. انت باغي صالح يعايرني؟ واه خاسي خاسي نجمعكم في فيديو كاملين اللي بغي صالح. سي الزيتوني مرحبا سي عاد ديالنا في المكان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. شكرا لك سي عاد، مرحبا سي عاد. اللحمه حمراء وزينه تبارك الله، ومعلم ويعرف يفصل كما تنجموها الناس فهم العنصر. مرحبا. مرحبا. انت قول سلم عليك مع الحد تلاقيت معاه في ولاد عبدون واني ما صورتوش غير في الليل وكان غادي. تحيه للحباب ديالنا سي الزيتون. مرحبا. اللحمه اليوم راه كاين الثمن الزيتون. ايوا كيفاش قلتي كاين الثمن وما فسرتيش الحد؟ كاين الثمن كاين 86 87 كاين 90 كاين 95 كاين 100. هي 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 سمعتي يا بو ولا دابا وصلت اكزر ولا هرب؟ ما يبقاو غير المعلميه. كلشي تقادر. واش قاعد تقادر الدرسه ولا بحال بحال. وبشحال تبيع فيه انت سي عادل؟ 90 درهم. 90 درهم. دي من في جمعة كيسر عاد عادل وجبوا هذه. نعم اسيدي يعطي الناس وبرا الناس. هذا ابو شعيب انت هو صاحبنا وتيفضي بكري كما تشوفوا هنايا في جمعة كيسر. راجل درافات وراجل زين والمليح ديما تبارك الله. الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان. تبارك الله على السي بوشعيب ياك بخير ناشط. الحمد لله الله يبارك فيك. وبشحال بعتي الخيرات اليوم؟ 90 درهم. 90 درهم وكي داير السوق؟ شويه غالي خويا. غالي فعلا غالي. تصير قلاش 90 و90 واش و90 و95 والفوق. كاين الماركة فيها فايت الماركة اللي 19 درهم وقال لي وجبوها لي 100 درهم. حمار قال لي رقد عليا هذاك 100 درهم. كاين 100 درهم اللي كيطيح لي شي حاجة كنطارو وصلة 100 درهم. هذا الشيء اللي قال لنا تا ابو شعيب هنايا في جمعة كيسر الرقم 116 تبقى ضرافات وتيصوب ما تيخسر حتى الواحد. الحمطري ها مزيد تيقول لنا الحمد طريد. الحمد طريد. واحد التحية لزكريا ولدي السي. مرحبا بزكريا ولدك. مرحبا. مرحبا بجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان في المكان. هذا حموان توقع معروف هنا في جمعة كيسر. معروف في جمعة كيسر بشي حاجة اللي رفيعة وتيصبر. تصبر واللحمه حمراء كما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. اللحمه حمراء واللحمه مليحه تبارك الله. لا حموان ياك بخير طرفات حموان تبارك الله. اللهم بارك اللحمه كيف ها 2000 ريال باش طيح وين اللحمه هي هذيك طلع لي تحت الكتب هي ديال موحى العربي. انت تلاقينا مع بحد ولاد عبدون بخريم كاع ولاد ساعد هما اللي عندهم مليح حنا ما عندناش مليح. قول لي واحد تحيه مع الحمان. مرحبا مرحبا. هذا حمان ضرافات ضرافات. بشحال تبيع فيه اليوم؟ 90 درهم الزيتون. شتي في الحقيقة نقول لك الحقيقة ماشي أنا بغيت الغلاولة هذه حيت كاينة بلاصة أخرى تيبيعوا ب 100 درهم. 100 درهم. ولاد
عبدون في 95 درهم في ولاد عبدون هذه 90. واني مشيت لمراكش هذه السيمانه في الاربع السويهله في مراكش 100 درهم. وراه العار راه ما خارجش وهذه اللحمه كيدير تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. هذا هذا هو اللي طحنك هو اللي غيز لي غيز لك وسكتي سنعوا لي اسمع اكتب راه خاصو يدير 12 كيلو ولا واجي لحم رطب حتى هي سنينات رحال مرحبا مرحبا والسنان ومصطفى صاحبنا مرحبا محمد العمر تنحيوا جميع مشاهدي قناة زيتون مرجان في المكانه من طنجة الكويرة في القرى أو في البادية أو في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية أهلا بكم جميعا مرحبا. هذا بوكرين راجل قديم هنايا كما تشوفوا بجمد كيسر من الكزارة اللولي تبارك الله على بوكرين ياك بخير ناشط شحال بعتي الخيرات اليوم 1800 قال كزاران دايرين 90 درهم في جمعة كيسر بلاصة اللحم. هذا الريمي هنايا تبارك الله على سي محمد اهلا مرحبا مرحبا. شحال سي محمد باش بعتوا اليوم؟ 90 درهم باش باع ضروبة مليحة ضروبة كما تشوفوا لا سي محمد راه معروف تا هو هنايا في جمعة كيسر تيذبح المليح لا ما يخمم لا شحمه لا لحم كل شيء يذبحوا كل شيء زين اللحمه كي دايره تبارك الله ما عندي ما نقول 90 درهم هي اللي كاينه هي اللي كاينه تبارك الله على سي محمد هانا ها سي محمد انت تبغي صالح يعاير بي و والله لا عبر عليك انت تبغي تشفى فيا انا راه ما مسوش وطالع السوالف هذاك ما كتفرجش كاع اها تدوي عايرني ويضرب وهادي و... داكشي عندهم امل 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 زير خلاوها امل زير ديما عند سي محمد هنايا في جمعة كيسر طرافات خونا وصاحبنا وديما المليح لا ما يخمم لا شحمه لا لحم جات من اللحم الله يهي وي احنا قلنا ليهم على يخدم كل شيء سي محمد ايه تبارك الله عليك كيدير بخير الله يحفظك الله ينورك المليح راه كاين واللحمه الحمراء اللحمه حمراء ومليحه ومسوقه تبارك الله على احمد حمدي اش من نمره عندك هنايا؟ نمره 128 عيشه اين 128 عند احمد حمدي هذا يتقدى عنده خايف ولا يقوي لي العظام ولا شنو راه يصاوب لك كي تحضر كيما تحضر اما هبره خويا الله يكون في الصحه ها صحته عطيه راه وافي او البرد معاونك هس البرد اليوم معاونك كيف انا 1800 الحاج 1800 الحاج زيتوني مرجان اهلا وسهلا هذا تقوت البوهالي هنايا في جمعة كيسر هي تنجي العادير شي حاجة ودعمك ولا شي ودعم البوهالي ولا دعمك المعطي والبوهالي الله يحفظك الزيت هادو من المشاهدين الغاليين تونا ايطاليا مرحبا بسيادة تحية العائلة كلشي اللي في ايطاليا مرحبا سيليا ولا الدراري في ميلانو مرحبا فنحيو الزيتون المرجان تحياتي لكم تاني مبادرة الله الزيتون المرجان وتحية لبني مسكين وولاد سي بن داوود قزالة الله يحفظك شكرا لكم عليكم اهلا وسهلا اهلا بك هذا المدن الشاب محمد العباسي 400 لاباس عليك يا سيدي ياك بخير والله الحمد لله ناشط معنا ديما ديما ناشط ديما بلادي بعد ما نقول محمد ديما راجل نشيط وراجل ظرفي لاباس عليك يا سيدي تحيه للوليدات ديالنا خارج المغرب وخارج المغرب مرحبا فتح الجاليه المغربيه صاينه الله يحفظ الجميع مرحبا الله يحفظ سيدي امين ديما تدعم جلاله الملك هنا المدن في جمعه كيسر وهذا الشيء اللي تا هو صاحبه شكاره وحده بحال بحال مرجان في المكان اهلا كيدير هذا الراجل ياك بخير ناصر وزرنا البلاد ديالك شكرا لك
مرحبا مرحبا. رحبوا بنا الاخوان زين. مرحبا مشيت الموسم. اه. هذاك هو. الحمراء مليح. اياك. كيسر كامل مليح. كيسر كامل مليح. التكسيفه ديالك. مرحبا. ومشارقة قمتي لي اللحم ب 2000 و. اللحم شحال الخيرات اليوم اسي وكيدير الصوت هيا النيل الكلام كان كنت زعما تشريو ثمن زوين الغلا 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 دار ما عندك ما دير ثمن المهم هذا سي احمد تبقى صاحبنا وهذا من المشاهدين تونا ومن الحباب تونا كلهم هاد القبيله يعرفونا ونعرفوهم من زمان تبارك الله على سي احمد اللحمه حمراء ومليحه تبارك الله اللهم بارك هاد الخيرات عند سي احمد حنا في شمال كيسر وهذا تيتقدى عندهم تبقى خونا وصاحبنا وبشحال بات يا سي احمد اليوم؟ 90 كاينه غير 90 درهم في شمال كيسر داخل الوطن خارج الوطن مرحبا مرحبا ايوا هذا كله وحسابه راه تنهضروا في الواقع بحالك تدروات شو كلام العيب ما عمرنا سمعناه منك مازال سيفن داوود يعيرني شحال من خطره غنعيرك عارف القانون مرحبا اي والله ما سامو هذا الشيء رغله اي كانوا يديروا معنا واحد الميناء والله واحد ما كناش شرب الرحبه وتيخلي لك هو المهم كيرجعوا على خاطر كيديروا يرجعوا اليوم يرجعوا غدا يرجعوا وعلى حسب الوقت راه تا هما شراو الغلا تا هما راه شرا عجل بثمان العجل دابا شغلي غلي اللحم ايوا هادشي والحبس وما زاد كلشي ان شاء الله غادي يطيح الحم ان شاء الله غادي يطيح اي الله يجيبها شي عام زين عندنا الكاس العالم ان شاء الله رخيص انت غادي يولي ب 200 درهم خفتوا منه وشو لك دابا واحد الحولي يذبح فيه واخا هذا السي بن داوود هنا في جبهه كيسر تا هو كيسر زيد عند الفلاح زيد عند الناس راه باغي يصوروا في بلا الفلاح واش تشد سي بن مدن الله يحفظ منك اودي شحال بعتي اليوم 90 درهم 90 درهم تيبيع السي بن داوود وغادي يحطيو مع هذا بوخيشه راه باغي يعمرها غادي يمشي المليح او هذا العنزي المليح اخير ما كاين في المليح شوفوا معنا الكلاوي كيديرين والدرع كيدير والخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان شرقه تبيع العنز اليوم 100 درهم كيلو 100 درهم ويلي ما عندي ما نسرك الثمن زوين عندك ما عندي ما نقول في جمعه كيسر الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان والحباب تونا في المكان لا المليح كاين ما عندي ما نقول شوفوا معنا المليح الجديات بثلاثة فرن جديد جوج جديات وجديد ياها وما شفتوش صحابو تا هو جدية تا هو جدي المليح كاين لا ما عندي ما نقول والله السمر طيح عندنا شوية ها السمر طيح عندنا شوية السوم حلو قوزينة وديما تكون هنا ديما ديال المحل يعني واحد درنا قنبة أو بقرغلة درنا غير قنبة هذا حديدان ومصطفى تم صحابنا تم وين بدينا تبارك الله اللهم بارك أهلا وسهلا تبارك الله اللحمة كيديرات وخيراتها اللحمة الحمراء وشحال مولاي مصطفى اليوم؟ 18 والله إلا عندكم ثمن زوينات على أسواق أخرى على أسواق أخرى كاينة 100 درهم وكاينة 95 ديما حنا في جمعة كيسر قولي 15 تنوريو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا فين ما كانوا وحديدان وتتمعموا بالحاج تا هو هادو كاع كزار احبابنا من القدامى واش تا هو خادم سلعه مليحه كما تتشوفوا اللحمه حمراء وزينه تبارك الله على سي بوشتا الله يبارك فيك ومرحبا سي شكرا لك
وشحال الخيرات اليوم؟ 18 100 باش يبيع اللحمة الحمراء اليوم احنا هنا في جمعة قيسر المغرب. تبارك الله على بوشتة وصافي. الله يسلك يا ربي. ضرفات بوشتة هنا في جمعة قيسر. وسيروت انت قويتي الملوش سيروت. عرش باغي يدير فيها الطواجن. أيه. الطنجية الطنجية الطنجية. وبشحال بعتوا اللحم اليوم؟ 18 تبارك الله. شحال تاع الملوجات؟ انت جمعتي الملوجات؟ وراه حيدتوني من العظمات. وراه العظم تا هو زين فيهم. هذاك العظم اللي بحال الكرعينة. هذا سمو حمد الحاج يوسف عند مصطفى ود عليه هنايا في جمعة قيسر. اللحمة حمراء. شحال؟ لا ما كاينش اللحم ب 2000. قالوا لينا 90 درهم. وشحال مصطفى اليوم؟ شحال؟ 18 100. تا سير خليهم، ها سير خليهم.